السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسين من فريق تريبل مارس. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتكلم عن المنتجات الخاصة بالهالوين. كما نعلم فإن الربع الرابع من سنة 2021 يتخلله العديد من الأعياد المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الهالوين من بين أهم هذه الأعياد والذي يحتفل به في آخر يوم من شهر أكتوبر. لكن يجب أن نبدأ بتنزيل منتجات الهالوين بداية من اليوم لوضعها في حسابات نائبة إن شاء الله، وفي هذا الفيديو سأتطرق للعديد من الكاتيجوريز التي يمكن تنزيل بعض المنتجات منها على حسابات نائبة. في سنة 2020 كانت مجموع المبيعات الخاصة بالهالوين في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 8 بليون دولار، حتى وإن تزامن الاحتفال بالهالوين مع فيروس كورونا، لكن كما نرى فإن مجموع المبيعات في 2020 كانت تقريبا 8 بليون دولار، كما جاء عن طريق ناشونال ريتيل فيدريشن في الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الصفحة سأشارك معكم أكثر المنتجات أو أكثر الكاتيجوريز التي يجب أن نأخذ منها منتجات ونضعها على حساب نائبي. نرى هنا هالوين، أولها هالوين كاستومز، هالوين بارتي ماسك ويدخل أيضا في الكاستومز، هالوين ميك اب أي مساحيق تجميل خاصة بالهالوين، هالوين ديكوريشنز، هالوين كاندي كل ما يخص الحلويات، هالوين باسكتس، هالوين بارتي سبلايز، هالوين جريتين كاردز، والهالوين فوتو بوت اكسسوارز. من هذه الصفحة ان شاء الله سنتطرق لبعض المنتجات التي يمكن تنزيلها، وذلك سواء من امازون الى ايباي او وول مارت الى ايباي. سنذهب اولا الى ايباي ونرى اذا بدأ في الاصل الباعة بتنزيل منتجات الخاصة بالهالوين. هنا ايباي سأقوم بوضع البحث عن كلمة هالوين وسنرى كم من منتج موجود حاليا على ايباي. حاليا في ايباي يوجد ما يناهز 2,600,000 منتج، اي 2.5 مليون منتج موجود على ايباي يو اس اي. لكن سنرى كم عدد المنتجات الموجودة في ايباي بالولايات المتحدة، اي ستشحن من الولايات المتحدة. نذهب الى ونختار يو اس اونلي، بعدها فري روتر، بعد عمل فلتر للكونديشن الخاصة بإيباي يو اس اونلي وفري روتر، حصلنا على ما يناهز 500,000 منتج. هذه فقط نبدأ للمنتجات التي يمكن أن نبدأ بتنزيلها من إيباي إلى هذه فقط نبدأ للمنتجات الذي هذه فقط نبدأ للمنتجات التي يجب أن نبدأ بتنزيلها على حسابنا إيباي من أمازون وول مارت كدروب شيبرز. كمان سنرى كم من المنتجات التي تحتوي على كلمة هالوين بيعت مؤخرا. حاليا بيع على ايباي ما يناهز 50,000 منتج تحتوي على كلمة هالوين كما نرى. ومن هنا نأخذ فقط بعض المنتجات التي يمكن ان نجدها على من هنا يمكن أن نأخذ نبذة عن المنتجات التي يمكن تنزيلها على حساب على حسابنا إيباي من
هاته المنتجات. مثال بسيط، سنأخذ هذا المنتج ونرى إذا كانت هنالك منتجات مشابهة له في أمازون، أو إذا كان هذا المنتج بيع في 21 أغسطس سنرى إذا كان هنالك منتج مشابه له على أمازون. نأخذ تايتل كما نرى. المنتج بيع ب 19.35 دولار. كما نرى هنالك العديد من الباعة على أمازون يمتلكون تقريبا نفس المنتج، والذي يمكن أن آخذ منه وأبدأ بتنزيله على حساب إيباي. سنأخذ أيضا مثال آخر. مثال هذا المنتج الذي بيع اليوم، سنرى إذا كان هنالك أي منتج مشابه له على أمازون. بيع يوم 20/29 ب 12 دولار تقريبا. سأخذ هذا المنتج وأرى إذا كان موجودا على أمازون. كما نرى هنالك العديد من البائعين الذين يوفرون منتجات مماثلة لما وجدناه في إيباي على أمازون، والتي يمكن أن نبدأ بتنزيلها على حساب إيباي لأحصل على المبيعات. كما نرى هذا هو المنتج موجود على أمازون. نأخذ مثال آخر لمنتجات موجودة على أمازون كما وجدنا في السابق. نأخذ مثال لمنتجات الهالوين ماسك كما ذكرت في الكاتيجوري، ونرى إذا بيعت هذه المنتجات حاليا يوجد على إيباي يو اس اي ما يناهز 80,000 منتج تحمل كلمة هالوين ماسك. وبهاتين الكلمتين سنأخذ نبذة بسيطة عن هذه المنتجات إذا كانت موجودة على أمازون أو وولمارت. أضغط على صول. بيعت في إيباي ما يناهز 7,000 منتج. سنبدأ بالبحث عن هذه المنتجات ونرى إذا كانت موجودة على أمازون أم لا. مثال، سنأخذ هذا المنتج وسنرى إذا كان موجودا في أمازون أم لا. نذهب هنا ونأخذ التايتل. بيعت فيه في 24 ساعة منتجين، أي أنه بدأ عليه الطلب، أو المنتجات المماثلة لهذا المنتج بدأ عليها الطلب، لذلك يمكنكم تنزيله على حسابكم إيباي من الآن. وهو متوفر على أمازون في لونين مختلفين كما نرى. هذه من بين المنتجات التي تخص الأقنعة. كلمات دلالية من هذه الكاتيجوري التي قمت بوضعها هنا في هذا الفايل، وسأضعها في الديسكريبشن الخاصة بالفيديو لاستعمالها في البحث الخاص بكم على المنتجات. والذهاب مثلا إلى أمازون، الضغط عن المنتجات المتوفرة على أمازون برايم. كما نرى هنالك العديد من المنتجات التي يمكنكم تنزيلها على حسابكم إيباي. مثلا هذا المنتج، نرى إذا كانت هنالك منتجات مماثلة له موجودة حاليا على إيباي. هنالك العديد من المنتجات التي بيعت على إيباي وتنتمي لنفس الكاتيجوري أو نفس التايتل الذي قمنا بالبحث عنه في إيباي في أمازون. لذلك المرجو استعمال هذه الكلمات في البحث مثلا، أو في تنزيل مختلف المنتجات الموجودة فيها على حسابكم إيباي للحصول على العديد من المبيعات بدءا من الآن إلى غاية 31 في أكتوبر إن شاء الله. بعدها سنتطرق لتاني عيد مهم في الكوارتر فور. وكما نرى هنالك أيضا منتجات عليها طلب كبير، وهي منتجات سأذكرها هنا، هي هالوين ديكوريشن سكيري أوتدور.
مثل هذه المنتجات، هي منتجات مماثلة لهذا المنتج، أيضا inflatables item skeleton، أيضا منتجات أيضا منتجات سكالتون التي توحي بالرعب وتوضع أمام المنازل كهذا المنتج مثلا. سنرى إذا كان موجود على إي باي منتجات مماثلة له، حتى وإن لم يكن نفس المنتج لكن يمكن أن تكون هنالك منتجات مماثلة له. نذهب إلى إي باي، نضع التايتل ونرى كما هو، كما نرى كما نرى أيضا هنالك بعض دروب شيبرز بدأوا بتنزيل مثل هذه المنتجات أو نفس المنتج الموجود على أمازون. سنرى إذا كان هنالك أي دروب شيبر بدأ بتنزيل هذا المنتج، مثلا هذا الدروب شيبر قام بتنزيله على حسابه إي باي، هذا أيضا. وأيضا من خلال هؤلاء دروب شيبرز الذين وضعوا هذه المنتجات، من الممكن أن نجد، نعلم أنهم دروب شيبرز، ويمكننا أن نختار بعض المنتجات التي قاموا بأخذها مثلا من أمازون كمثال بسيط لهذا المنتج، عليه واحد، فنرى إذا كان هن إذا كان موجود أصلا على أمازون. فقط هذه الكلمات الدلالية تعطيكم نبذة أو أمثلة على المنتجات التي يمكنكم تنزيلها في حسابكم إي باي، ويمكنكم أن تختاروا العديد من المنتجات التي تحتوي على نفس الكلمات والتي يمكنكم بيعها على حسابكم إي باي بدءا من الآن، خصوصا في منتجات الهالوين. فقط قوموا بأخذ هذه الكلمات المفتاحية هالوين كاندي والبحث عن المنتجات سواء في إي باي أو في أمازون، منتجات الحلويات وهي تخص الأطفال كما نعلم التقاليد الخاصة بالهالوين، فهنالك العديد من الأطفال يبدأون بالطرق على الأبواب ويقدم لهم أصحاب المنازل هاته مثل هاته المنتجات سواء الحلويات المسكرات في هذه المنتجات، يقدمون هالوين كاندي في الهالوين باسكتس، الأطفال يقومون بأخذ هذه الباسكتس أوكي، ويبدأون بالطرق على البيوت لأخذ الحلويات أو تعتبر هدية الهالوين، ويلبسون العديد من مرعبة مثلا يمكن أن نستعمل هالوين كاستمز فور كيدز كمثال بسيط لمنتجات يمكن تنزيلها على حسابنا إي باي فور كيدز. وهذه بعض المنتجات التي يمكنكم تنزيلها على إي باي، تختارون بعض الشخصيات التي مرت أو كانت مهمة في 2021 بالنسبة للأطفال، ويمكنكم أخذ هذه المنتجات وتنزيلها على حسابكم إي باي. فقط ابدأوا باستعمال هذه الكلمات الدلالية أو الكاتيجوريز most seller categories وتنزيل العديد والعديد من المنتجات، وأيضا البدء في طلب ليميت أعلى وأعلى لأخذ أكبر مساحة من المنتجات الخاصة بالهالوين على حسابكم إي باي. وكان كما نعلم إي باي أعطت أيضا مساحة على المتاجر الخاصة بها بعد التغيير الذي حصل في إي باي مناش بيمنت.